قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث، كذلك قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، وأكثر ما يرد في الشعر، وأما النثر فقليل. وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، قال إن المضاف اكتسب من المضاف إليه التذكير، لأن رحمة أضيفت إلى الله، فيصح أن تقول في غير القرآن إن الله قريب من المحسنين بحذف المضاف وجعل المضاف إليه مكانه. ومثل هذا يفيدنا بأن النحو واللغة العربية لا بد منها.